ميا، أنا عندي أول الواصلين هو اسم لبناني وقدر كمان يرفع اسم لبنان، هن حوالي 66 كونتر فينار بالعالم وهو الوحيد من الميدل إيست. مساء الخير ماتيو خضر، يعني مباشرة بعرف نحن أصحاب المدرسة كنا. بونسوار محمد، كيفك؟ شو أخبارك؟ ماشي الحال. بعرف تفضل عندي لهون، معود على طول أنت على يمكن الفستيفلز والمهرجانات بباريس، أنت كان عندك محطة أساسية بباريس على عمر 18 سنة انتقلت لهونيك ومضيت مع يونيفرسال كمان هالشركة العالمية. خبرني شو شعورك اليوم أنك عم تتكرم ببلدك من بعد يمكن ما كتار منقول إنه الكونتر تينار يمكن هن 66 وبرا كثير مقدرين، يعني حفلاتهم برا وبعرف بباريس وبأوروبا قديش عندك حفلات، شو شعورك اليوم بهذا التكريم؟ أول شيء أول ما قالوا لي إنه راح أتكرم بالبياف كنت تلبكت، ما عرفت شو بدي أعمل، بس آخر شيء قلت لحالي إنه عن جد ميرسي للبنان وميرسي للعالم اللي انبسطوا بهالفئه الصوتيه الكونتر تينور، لانه اول شيء بلشت من 6 سنين ما حدا بيعرف شو يعني كونتر تينور، وهلا عم بكرموني وكبير جمهوري كثير، وميرسي لكم كلكم عن جد، وميرسي للبنان وميرسي للعالم اللي عم بي كي سون فيير دو موا. اكيد احنا كلنا فخورين فيك ماتيو. الاشخاص اليوم اذا بيتعرفوا عليك شفناك ايضا كذا مره عبر شاشه الام تي في وبكل بعده اطلالات اعلاميه، حضرتك عندك عدد كثير كبير من الكونسرتس اللي بتقوم فيه يمكن على مدار السنه باوروبا، وهون يمكن العتب على الاعلام اللبناني اللي ما بيسلط انه في موهبه لبنانية نادرة، نحن عم نحكي ب 66 صوت بالعالم الوحيد بالميدل ايست انت كونت خناغ. خبرني كيف تفاعل الجمهور العالمي مع موهبة وحيدة من الشرق الأوسط؟ هي الفئة الصوتية تبعيتي كثير نادرة، والشغلة انه انا من لبنان والوحيد بالميدل ايست فتحت لي كثير ابواب باوروبا وكثير ابواب بالعالم المانو عربي، يعني بقى هويتي اني لبناني ما بقول لك ما حكذب عليك انه فتحت لي ابواب بتاخذ العقل، وهذا البواب الاكزوتيك والصوت اللي جاي من الشمس من بلاد الشمس، وهذا الشيء كمان كثير حلو انه بفتخر انه نكون لبناني كمان بهالفئة الصوتية اللبنانية. ماتيو نحن بنفتخر فيك ورح بتكون اكيد مباشرة معنا بحفل البياف لحتى نعرف اكثر عن تحديدا هيك شو مخبلنا هيدا الحفل بدورته الخامسة. ميرسي كثير محمد، ومش بدي سلم على كل لجنه اعضاء البياف، استاذ اكيد ميشيل داهر اكثر شيء، كل لجنه التحكيم اللي بتضم اعلاميه وايضا ممثلين كانوا اجتمعوا لحتى ينقوا هالفئات. اكزاكتلي وكلهم ذوق وهن مزوقين لانه نقوني. ناطرينك اكيد. ماتيو ثانك يو، موفق موفق اكيد، نحن حنتابع ب